السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع دوت عبارة عن إن أنت تكتب تكست ويحوله لك لصوت بودكاست أو يحوله لك لساوند أو ممكن تحوله لفيديو. كل عليك إن أنت تحط التكست اللي أنت عايزه وتبدأ بقى تقول له مثلا عايز هنا بريك، يعني في المنطقة دي عايز يقف شوية، فتقول له بريك لمدة مثلا نص ثانية. فأول ما يجي هنا هيقف هو إيه نص ثانية. طيب في جملة معينة عايز هو يتك عليها شوية، فبتعلم عليها وتقول له استرس على الجملة دي او خليها نورمال قوي، انا عايزها مثلا سترونج. بعد كده هنا تختار اللغة اللي انت عايزها، انجليزي او اي لغة تانية. الصوت تختار الشخص اللي هينطق، كل واحد من دول له صوت مختلف، والسرعة بتاعت الصوت، وتقول له بلاي يبدأ ان هو يعمل لك الصوت. وطبعا ممكن تضيف اكتر من كليب، وتقدر الصوت بعد كده تضيف لي صوره بحيث انه يبقى موجود عندك كفيديو، وممكن تضيف مؤثرات. يعني ممكن تيجي هنا وتروح قايل له انا عايز اعمل هنا لينك، وتقول له افكت، وتقدر تختار صوت من هنا وتسمع الصوت. تمام، ده المؤثر ده هيبقى موجود في وسط الكلام، وتختار بقى هيبدا من سنه كام للسنه كام، والفوليوم تقول له انسرت فايل، فيجي هنا كده تبدا تسمع الصوت.